نحن حابين انه نتعرف عليه بطريقه دقيقه من قبل من باب التخصص، فحابين نتعرف على او تعريف لهذه التجاره الدوليه. طبعا التجارة الدولية دي طبعا شاملة. أولا الناس بيعتبروا كلمة تجارة دولية بتعتبر بس بيع وشراء، لكن هي بتحكمها أشياء كثيرة جدا. هي أول حاجة هي تبادل لبضائع وسلع بين الدول، كلمة التجارة الدولية بين الدول، ويحكمها قوانين ولها مجموعات مرتبة وفي ضوابط. فهنا التجارة الدولية بتعني تبادل سلع وخدمات من دولة إلى دولة أخرى، ودي طبعا لتداخل الثقافات وتداخل اللغات وكده. عشان كده لابد من يسنوا لها قوانين ويكون في شيء بيحميها ويكون في طريقة للحكم القانوني بتاعها. فعشان كده التجارة أنشأت لها منظمة كاملة اسمها منظمة التجارة الدولية. المنظمة دي بتضم دول كبيرة ودول أعضاء فيها، وبتسن قوانين لحكم هذه التجارة على أساس تمشي بالطريقة اللي ما يكون فيه احتيال، ما فيه نصب، ما فيه ضرر لدولة أخرى. بمعايير ثابتة بمعايير وقوانين ثابتة وقوانين منضبطة جدا على أساس تقدر الناس تمشي بها لقدام. يعني التجارة دي طبعا هي بدأت أصلا بعد الحرب العالمية الثانية، بقت في دول صناعية ودول غير صناعية، دول منتجة ودول غير منتجة. فأنشأوا لأن ظروف العالم ما واحد، في المناخ في الطبيعة، ففي دول بتنتج إنتاج من حاجة واحدة لكن بتنتج كمية كبيرة جدا، لازم تلقى لها سوق وتبادل تجيب سلعة أخرى بالمقابل. أيوة بالمقابل. وفي دول عندها خدمات، يعني ممكن عندها خدمات بتقدر تدعمك بها بخدماتها، خدمات اتصالات، خدمات طرق، خدمات بترول غيرها. كل الأشياء دي بقت تبادل بين السلع والخدمات بين الدول، فسميت التجارة الدولية.